ويلكم يوتيوب وفيديو جيمنج جديد. فيديو النهاردة هنشوف لقطات في ببجي، وطبعا الفيديو بعنوان Best Start Ever 10 Kill in 2 Minute and 2 in 2 Minute، يعني 10 كيل في دقيقتين. انا صراحة استغربت، قلت ايه اللي 10 كيل في دقيقتين؟ فمقطع يعني اجنبي، فانا عامل عليه ردة فعل، وبصراحة يعني انا حاسس يعني انا ما شفتوش، انا لقيت كده العنوان فقلت انا مش شوف الفيديو، انا هشوفه لاول مرة في ردة الفعل او اشوفه قدامكم لاول مرة. فقبل ما نشوف الفيديو مع بعضينا، عايزين نوصل المقطع ده ل50 لايك، وما ننساش تعمل سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وفعل الجرس عشان يظهر لك الفيديوهات الجديدة. فيلا بينا، مش هتقل عليكم، يلا بينا نشوف فيديو النهاردة. نزل هنا اهو، نزل الحاويات. تمام. M416. اوبا، ايه ده كل ده؟ ايه ده الناس دي؟ كل ده؟ اجري جواه، مفيش حد معاه سلاح. الله، ادي موت. الله عليه، 4 كل، موت تيم بحاله، لسه نازل عاش. والله حلو قوي. يلا خد مولوتوف يا معلم، يلا. خلي بالك. اوبا بابا بابا بابا، ادي يا ولد، يا عيني الواد مش لاقي سلاح، يا عيني يا جدعان، ما ينفعش الكلام ده. ايوه، لا حد. ايوه اوه، يو الله. سلام M416، صراحة سلاح قوي جدا. السلاح ده حاجة كده، يعني انا برضك انا لقيته في اللعبة، انا ما كنتش اعرف هو ايه السلاح ده، يعني لقيت في ناس كتير. انا الاي كي ام يعني انا مش عارف والله، انا نزلت جيم قبل كده بالاي كي ام، كل يعني الواد الاقيه قدامي اضربه ما بينشنش صح، ولا انا اللي ما اعرفش، انا يعني مش فاهم حاجة كده. يعني الاي كي ام ما بقتش احبه قوي زي الاول يعني. ايوه، هو رايح عند الضربة على فكرة. ايوه هو ده، الله عليك يا ولد، وقع واحد، اوعى في ضرب، في ضرب. ايوه، لا قنبلة ومولع. مروق انت. لا حد، في حد ماشي معايا. ايوه يا ولد، ايه ده؟ 6 كيل عايش. الله، عمر يا نجم، والله ايه اللعب ده؟ وربنا يا ولد، ايه ده؟ يا لها نهار ابيض، هيموت. يا الله، اوه يا لهوي يا جدعان، 10 كل، اقسم بالله، يعني ده مش كليك بيت ولا حاجه، ده 10 كل صح في دقيقتين بالظبط. حاجه والله، انا حاجه والله خرافيه، انا مش مصدق صراحه ده. يعني نازل قاعد بيموت في الناس على طول، اي حد يلاقيه ما بيعتقوش على طول. لا بصراحه شابوه، عاش، موت 10 في الحاويات بس، عاش جدا. موت اهو، بيحاول يجيب واحد تاني كمان. موت 10 في الحاويات بس. اول تسكو بقى، اوه ده، يا كان هيجيبه. في ضرب عليه، في ضرب عليه. يا ولد، وقعه. يا سلام عليك. ايه ده؟ طب هو يا جدعان في ناس لعيبه كتير، يعني مش لازم، يعني في بتمجدوا في ناس، وفي ناس محترفين قوي في اللعبه يا جدعان اهو.
حاجة والله حلوة أوي. عاش عاش بجد. هو نازل مع واحد تاني، نازلين اتنين يعني، هو واحد صاحبه معرفش، بس هو مش هو واضح اللي هو لوحده قاعد بيلعب لوحده أصلا. هو عايز يروح لهم. يا أيوة. الله عليك الله عليك، اقسم بالله عاش والله، عاش للصبح. ده بيوقع في ناس، ياه كان اجيب والله. ايوه وقع واحد صحابه هناك، صحابه تالت التيم، تيم على فكرة. ايوه لا 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 والله كفايه كده، كفايه يعني، كفايه اللي انت، ايه اللي انت بتعمله ده، ايه اللي انت بتعمله ده والله العظيم. انا مش عارف اقول ايه صراحه. 13 كيل في الحاويات، بس يعني الحاويات دي اصعب حاجه بالنسبه لي. الحاويات دي نفسي انزلها مره اعمل شغل عالي، بس ما بلاقيش سلاح، الاقي ناس نزلت وخدت السلاح، اعمل ايه بقى؟ انا لا سلاح الدروب باين اهو، اهو نزل له دروب. الله عليك يا حبيبي، والديك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الله الله، وخد اللي هي القناصة، خد القناصة اللي في سلاح الدروب، ما خدتها مرة ما عرفتش استعملها قوي. اوبا يتقال اسمها الكار باين اهو. لا لا ده اسمها AWM، دي اللي هي في سلاح، في القناصة اللي في سلاح الدروب اسمها W، قصدي AWM. ده هي بتدي بس واحدة كده في الدماغ. ايه يا راجل ماشي تافه يا راجل. اوه يا راوي اداله ضربة عاش. هما اتنين قاعدين ماشيين مع بعض. اوه لقط واحد. في واحد تاني هناك وعايز يجيبه. يو يا 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 الله، واحد تاني جاي يساعدهم ده، ولا جاي يعمل ايه؟ يا لا هو على اللعب ده اللي انا شايفه ده، اللعب اللي انا شايفه ده لعب حاجة حلوة جدا جدا صراحة، وحاجة او انا شايف اللي هي حاجة او صراحة يعني، واخد سلاحين الدروب وطالب براجل طالب دروب يا جدعان، وخارب الدنيا يا جدعان. وانا في حد هنا ولا مين اللي حدف ده؟ مع اللي هو ال O ال A U G S 3، السلاح ده قوي جدا برضه، مركب عليه سكوب 2. ايه ده، ايه الجمال ده؟ انت يعني انت ما ينفعش، لازم تطلع الاول، انت كده غلط لو ما طلعتش الاول كده بقى. الناس اللي عملت اللعبة انا ما ينفعش صراحة. ادي هو موت 16 كيل لحد دلوقتي يا شباب. لا عربية. يا الله شوف قاعد هوقع، كان هيوقع واحد منهم من العربية. اوه مش ممكن والله والله مش ممكن، وقع اتنين. يا الله ممكن، اقسم بالله ايه اللعب ده؟ الفيديو ده حاجة عالية قوي، حاجة عالية جدا والله. وعاش عاش عاش، 17 كل وباقي خمسة، باقي خمسة يا جدعان في الجيم بالظبط، خمسة. مش ممكن والله، على اللعب ده حلو قوي. ادي واحد اهو واقع، اللي هو وقعه. هاي كده بقى اربعة،
هو يا دوبك لو لمح حد هو مع اجمد الاسلحة يعني يعتبر في اللعبة. ايوه احسن حاجة بقى الزرع، لما تيجي انت ايه تلبس لبس الزرع بقى وتنزل بقى ايه، ويكون الزون تقفل لك في حتة فيها زرع وانت لابس لبس الزرع، فده بتبقى في صالحك. وش تقعد تستخبى تستنى تشوف الناس ومعاك سكوبات وسنايبرات بقى وكل حاجة. وادي لقى واحد اهو، ده اتنين ولا واحد؟ هو استخبى فين؟ يا لهوي عن ضرب الدنيا خربان. ايه اوه اوبا وقع واحد، اديت شوت في الدماغ. يا الله يا الله والله عاش عاش. باقي واحد واحد في الجيم يا رجالة، ولو لمحوا لو لمحوا اقسم بالله ما هيسيبه، لو لمحوا مش هيسيبه. هو اكيد هناك في المكان الواسع ده. الزول لسه بتقفل اصلا، مش ممكن على اللعبة ده يا جدعان. والله والله لا لا يا لهوي يا جدعان يا الله. انتوا متوقعين اللي حصل دلوقتي؟ انتوا متوقعين اللي حصل من شويه ده؟ الراجل مموت 17 كل، وفي الاخر يجي على اخر واحد يجي يضربه، قعد بيدور عليه لقاه مستخبى ورا شجره راح موته. انتوا متخيلين الكميه بتحصل دي معايا كتير، بس انا ما بكونش لوحدي، يكون معايا التيم بتاعي وبنموت كلنا برضه. يا والله مقطع النهارده صراحه عجبني جدا، ولو عجبكم مقطع النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عايز تلعب معايا ببجي اليوزر نيم هيظهر في الشاشه دلوقتي. انا غيرت اليوزر نيم لان في ناس كتير قوي كانت قاعده بتقول لي مش لاقيينك في اللعبه، في انا عامل حرف كابيتال وحرف سمول هم مش عارفين يكتبوا دي كابيتال. المهم اللي انا سميته بلال طارق 11 كله سمول، بلال طارق 11 كله سمول تمام، ومن غير مسافات، ما فيش مسافه كده كده هيظهر لكم على الشاشه بالظبط دلوقتي. فبس كده مستنيينكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، تعليقاتكم الجميله وشكرا لتعليقاتكم الجميله والحماسيه اللي بتخلينا نكمل في الفيديوهات. كان معكم اي بي فيديو، مستنيينكم في فيديوهات الجيمنج الجايه، والسلام.